أحب أذكر أن إحنا متفوقين تكنولوجياً، إحنا شعب يستخدم الإنترنت وإحنا الأول عالمياً في استخدام الإنترنت. نعم. الهواتف النقالة عندنا 100%، عندنا 99% هواتف ذكية. ممتاز. فوين الخوف؟ قطر فيها بنية تحتية ضخمة اللي هي شبكة الفايبر 3000 كيلو متر، عندنا شبكة الجيل الخامس. نعم. الـ5G. قطر متقدمة على الدول الثانية، وإحنا من يعني أقوى الشعوب في استخدام التكنولوجيا. إحنا حالياً من أول الدول اللي دخلت الثورة الصناعية الرابعة اللي هي التكنولوجيا. نعم. ونستخدم التكنولوجيا بشكل واضح. إحنا نقول قطر الذكية هي ترسم مسار لوضع التكنولوجيا هذه في مستقبل اقتصادنا الرقمي، ولكن حاليا احنا عندنا العديد من البرامج والمشاريع اللي قطر نفذتها. نعم. على سبيل المثال عندنا مدينتين ذكيات. نعم. هذه كلها فيها احدث التكنولوجيات واللي فعلا مستخدمين هذه المدن يستخدمونها. عندنا تكنولوجيات مختصه في الكهرباء وفي الماء، هذه كلها شبكات ذكيه وتقيس كفاءة الماء واستخدام الكهرباء، وإحنا المواطنين أيضاً متفاعلين معها. ناهيك عن القطاع الطبي. نعم. عندنا الإسعاف الذكي، هذه حالياً إحنا نستخدم هذه الخدمة في الإسعاف الذكي وطريقة التواصل بين المستشفيات وأيضاً من المشاريع اللي تعمل الصحة عليها وأنهتها بنجاح، اللي هو الملف الصحي.